مش عايز اقول تجربتي، لكن انا كنت حريص جدا خلال الوقت اللي انا بقيت فيه مسؤول معاكم، بقول معاكم مش عليكم، بقيت مسؤول معاكم عن الدولة دي، ان انا اتكلم معاكم بكل صراحة وبكل شفافية، وما خبيتش عنكم حاجة ابدا من اول يوم ولغاية دلوقتي، وهنستمر كده. فمهم قوي ان احنا نخلي الناس كلها تبقى شايفة معانا، وما نقولش ان احنا بس يعني المفكرين فقط هم اللي عارفين، المثقفين فقط هم اللي عارفين، المسؤولين فقط هم اللي عارفين. لا، المواطن المصري البسيط ذكي ولماح ومسؤول. فأرجو ان احنا يعني نستمر، والموضوعات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها اكتر، والحالة ديت حالة انا بقول بأقدرها وبسجل تقديري واحترامي لكل رأي ولكل مشارك فيها، بصراحة بسجل كل تقديري واحترامي لكل من شارك واللي هيشارك ان شاء الله مستقبلا يعني.